نذكر أولا المعنى الإجمالي للآية. السورة مكية بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة، وفارس والروم دولتان عظيمتان متوازنتان في القوة في الزمن الذي بعث فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعندما يذكر الروم أو تذكر فارس في ذلكم الدهر ليس هناك إحالة إلى مجهول، بل إحالة إلى شيء معلوم ظاهر. فكان ما يقع ما بين الدولتين من حروب يشيع في الناس، وكانت العرب قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم قبائل لا يحكمها شيء، في حين أن فارس والروم كانتا دولتين لكل منهما ملك يسمى من يحكم فارس بكسرى، ويقال لمن يحكم الروم بقيصر. فتنازع، والفرس مجوس يوم ذاك ليسوا أهل كتاب، والروم في جملتهم نصارى، وقد كانوا من قبل بعثة المسيح ابن مريم على دين اليونانيين يعبدون الكواكب، ثم بعد قرون من بعثة عيسى آمنوا به، ثم أدخلوا في دين المسيح من التحريف ما أدخلوا، لكنهم من حيث الجملة نصارى، أو بتعبير أوضح أهل كتاب. والنزاع ما بين القوتين يوم ذاك كان كبيراً كثيراً يصل خبره إلى العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك هو المؤمنون الذين معه في مكة، لم يؤذن لهم بعد في الهجرة، ولم يؤذن لهم قطعاً بالجهاد. فكان الناس يتناقلون ما يقع ما بين فارس والروم، فمما نقل وجاءت به الأخبار والركبان أن فارس غلبت الروم، ففرح بذلك أهل الشرك، وقالوا لأهل الإيمان إن أصحابنا أي القريبين منا مذهبا، لأن المجوس ليسوا أهل كتاب، وكذلك قريش لم تكن أهل كتاب، وكما ظهر أصحابنا على الروم فإننا إذا التقينا سنظهر عليكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عليه ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فأخبر رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الروم وإن غلبت اليوم إلا أنه سيأتي عليهم حين يغلبون فيه الفرس. قال القرآن عنه: في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعظم هذه الأمة إيمانا، لما أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على يقين أن الروم ستظهر على فارس. فلما لقي أبي بن خلف الجمحي أخبره أبو بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطره أبي، أي غامره من القمار، نوع مما يعرف بلغة الناس اليوم نوع من التحدي. فقبل أبو بكر وتراهن في أول الأمر على 10 قلائص من الإبل، لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جعل المدة إلى 5، باعتبار أن 5 نوع من البضع. فلما أخبر أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الأخبار التي رويت عن هذا، أمره النبي أن يمد في المدة، يزيد في الأجل، وأن يزيد في الخطر، في الخطر يعني في القلائص. فعاد أبو بكر إلى الصديق، إلى أبي بن خلف الجمحي، فظن ذلك أن أبا بكر تراجع، فأخبره أبو بكر أنه لم يتراجع، لكنه طلب منه أن يزيد في الأجل، أن يصبح إلى 9، وأن يزيد فيما اتفق عليه، فقبل أبي. فلما دنت الهجرة وشعر أبي أن ثمة مسلمين سيهاجرون إلى المدينة، خاف على نفسه أن لا يقع في يده تلك القلائص، ظنا منه أن الأمر سينتهي إليه، فطلب كفيلا، فقبل أبو بكر وجعل من ابنه عبد الله كفيلا له لو قدر أنه ترك مكة، فقبل أبي. والمراد من هذا كله ما جرى من أحداث،
ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال بعض العلماء في يوم بدر، وقال بعض العلماء في يوم الحديبية، والظاهر أنه في يوم الحديبية أقرب. غلبت الروم فارسا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء به القرآن. فكان أبي قد هلك، أصابته جراح يوم أحد ثم مات، فأخذ أبو بكر القلائص التي اتفق عليها من ورثة أبي الجمحي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق بها. فتصدق بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا مجمل ما جاء في بيان ما جاء من خبر في هذه الآية الكريمة. قال أصدق القائلين: ألف لام ميم، غلبت الروم، هذا إخبار في أدنى الأرض. كلمة أدنى هنا تحتمل معان عدة، فسرها بعض العلماء أدنى الأرض أي أقرب الأرض، أقرب بلاد الشام إلى جزيرة العرب، أي في أرض أذرعات اليوم، وأظنها في الأردن. وقال آخرون في أدنى الأرض، أي أن المعنى أن غلبة فارس على الروم لم تستحوذ فارس على بلاد الروم كلها، لكن على ما جاورهم من الديار. وهذا من حيث العقل والمعرفة بالحروب أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، لأن أي دولتين تقتتلان فإنه لو فرضنا بانتصار إحداهما على الأخرى فإن ذلك يكون بالسلياء إلى أقرب حدود تلك البلاد إليها. هذا ما جرت به السنن، والعلم عند الله في الاقتتال. لكن كما قلت من حيث المادة اللغوية، من حيث المفردات اللغوية، فالمعنى يحتمل كثيرا منه هذا. بل قال بعض أهل العلم: أدنى الأرض أي أقربها إلى الأرض، أي أكثرها هبوطا، وفسروا هذا بما يعرف الآن بالبحر الميت، لكني أظنه بعيد، وهذا من التكلف أحيانا في فهم القرآن، وإن كنت لا أجزم به.